وكإجابة لطلب بعض الإخوة من المغرب العربي، حيث أنه يعني وقع إشكال مع التغيير الصيفي، حيث أنه الساعة كما ترونها هي ساعة فرنسا، رغم أنه مثلا في تونس أو الجزائر الآن هي الساعة 1:48. هنا لإصلاح الساعة نذهب إلى الراسبيري هنا، ثم نذهب إلى بريفيرونس، ثم إلى كونفيغوراسيون راسبيري. ثم إلى لوكاليزاسيون، وهنا نغير فقط فيزو أوغير، ريغلي لو فيزو أوغير. ننقر هنا، نذهب هنا لنختار أفريقيا هكذا، ثم نذهب إلى اختيار المدينة، مثلا بوغ لالجيري هنا، هذه للجزائر مثلا، نختار هكذا، ثم ننقر على فاليدي. وفاليدي أيضا هنا. Voilà. نرى أمامنا أن الراسبيري تم تعديل الساعة فيه، والحمد لله. كانت منذ قليل الساعة 1:49، الآن نراها أمامنا الساعة 1:49. ولكل البلدان الأخرى نقوم بنفس العملية لتعديل التوقيت. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. نتمنى أن نكون قد أفدناكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.